لما نحن نحكي بالسياسة بتعاقبونا، مثل ما صار مع محمد أبو تريكة من فترة لما كان لاعب، عاقبوه لمجرد تضامنه مع غزة. هو ما عمل شيء، هو رفع قميصه كاتب فيه تضامن مع غزة، ولكن هن بيتضامنوا مع المثليين، وبيتضامنوا مع مجتمع ال جي بي تي، وبيتضامنوا مع أوكرانيا، وبيتضامنوا مع كل القضايا الثانية. مسموح. مختلف عليه مع إبراهيم عيسى.